في المحاور اللي هي المحاور المعروفه لدى الجميع، والتي قسمت وتشكلت لها اللجان المحور السياسي، وهو الذي ونحن في انتظار الجميع بانتظار ماذا سيكون هو ماذا سيطول المحور السياسي، او بما هو الاهم، وهو الاهم لدى كل جميع المتحاورين. المحور السياسي اليوم التقى بالاخ رئيس الوزراء والوزراء وناقشوا جمله من الاطروحات والمشاكل، لا امل من الله ان يتم حلها قريبا، او هي التي ستقود المشاورات الى نجاح ام الفشل. اما باقي اللجان فهي لجان معروفه، هي الاقتصاديه والامنيه والسياسيه والاعلام، وتمضي بوتيره عاليه باذن الله. يعني مثلا لو تحدثنا عن الاعلام، هل برايك ستخرج هذه المشاورات برؤى موحده؟ هل سنرى ان هناك لون واحد وسياسه اعلاميه واحده لجميع القنوات التي تتبع يعني الطرف الشرعيه بشكل عام؟ اخي الكريم، جميع الاعضاء من جميع الاطياف، الانتقالي ومستقلين واصلاحهم وثمر وبعد، وما وجدناه في القاعة أن الجميع متفقين على مبدأ واحد. جميع من هم الإعلاميين أو من هم اللجنة الإعلامية، الجميع متفقين على عدو واحد ورؤية واحدة وحلول جذرية للإعلام اليمني وتوحيده صفه. لم يحصل هناك أي خلاف أبدا أو تفجانس روعة لا بين المشاركين، بل بالعكس الجميع اليوم أقرب مما سبق. واعتقد ان هذه المشاورات واللقاءات قربت الاراء جميعا، بل اضافت يعني مساحه للجليد كبيره بين الجميع.